كريم. ودلوقتي ناوية تعملي ايه؟ هو لطعني 60 دقيقة، لكن انا هلطعه 60 يوم، واذا قدرت 60 ثانية. والله ما تقدري تستغني عنه 60 ثانية. اخلصي يلا امشي. اسمع. نعم. قد ما عدنت ولا قاعد لوحدي؟ عيني حشوف. دي البدرية جاهزة؟ ايوه. اتفضل بدرية. اوعى تسلمي. اوعى 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 كلمني، اوعى 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 كلمني، اوعى 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 كلمني، اوعى 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 كلمني وتقول لرضيك مهما تفهمني، مش هسأل فيك مش هسأل فيك، اوعى 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 كلمني. نظرة شبكت القلب، معرفش ازاي صدقتك وعرفت الحق، واديتني معاد رحت استنيت وما عدتك برضك ولا جيت، قصدك تعاندني اوعى تكلمني، كلمت وعيدني اوعى تكلمني، لا سلام وكلام ولا شو غرام، حاجات اوهام مش هسأل فيك مش هسأل فيك مش هسأل فيك، اوعى 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 اشهر اعرفك واحبك لدرجه العباده، والليله بس عرفت ان ليكي صوت ملايكي.
ملايك يا شياطين شيء ما يخصكش. يخصنيش ازاي؟ آه طيب معلش، انما انت ما سالتنيش ايه اللي اخرني. لا ما اسالك. لا تسالي. لا ما اسال. لا تسالي، لازم تسالي. طيب حصل لك ايه؟ هذا التصادم بالاوتومبيل. خير. صباح الخير حبيبي. المدمازيل بدرية من فضلك. المدمازيل بدرية سافرت. سافرت؟ امتى؟ بالليل بالطيارة، وسابت لحضرتك الجواب ده. عزيزي سامر، اضطررت للسفر لأمر خطير، الوداع. ده اللي محدش قدر يعرفه، وكل اللي عرفه انها بدويه وسبب بلادها الله اعلم. بدويه؟ انت واحد فيه. انت فين بقالي مده ما شفتكش؟ في الدنيا. مال مبوز ليه؟ انتوا زعلتم؟ يا ريت كان فيه امل الصلح. امال ايه اللي حصل؟ حصلت من مصر ومعرفش فين اراضيها. ايه الشنطه دي؟ خير على فين؟ هي كلها حوالي مظلمه، والجمال ده كله في مصر مش شايف منه حاجة. يا شيخ خليك صبور، مسير الحي يتلاقى. أنا مسافر يا أمين، إنما قبيلة للصحراء بعيد عن الدوشة دي كلها. بس هتوحشنا كتير يا سامح. سمي نفسك سامح في مصر. ايوه يا سيدي، اصل اسم مهيوب ما يتفقش مع المدن. اترك عنك الفرنجه، ده احنا في الصحراء. يا شيخ لبس اهلك واجدادك. عندكم حق، انا هرجع لعوايدنا وتقاليدنا العربيه ولغتنا البدويه. يا ابن العبد ما في مثلها في الدنيا. كويسه، عندك حق يا جدع، واللي ما في الدنيا مثلها. كويسه وزيك وجدع، ما هو كلام بدو. كلام البدو عالي يا فارس، ما في مثله. الا قل لي يا مهيوب، زور في مصر غزلان؟ يا سلام على غزلان مصر. دي ربك تقول لي كيف يصطادوه؟ ربي ما اقول لك. ليش يا ابن العم؟ بعدين تسيب القبيله وتروح لمصر. فات عليك مدة وما قلت لنا كيف يصطاد الغزلان في مصر. في مصر الغزلان بيكفروا لهم وبيصطادوهم بغمز العين. وعندهم صحراء فيها غزلان؟ لا، عندهم الغزلان تظهر في المدن. انت بتضحك علينا يا ولد العم وما بتقول الحق. وليش ما نضحك؟ ما دام تركنا في مصر جو السهر والسمر، وفي القبيلة ما فيها غير صيد وركوب الخيل. غزلان المدينة وين بتصيدنا بطرف مني ونصيدها بغمز العين. يا بارد القلوب خبرني غزلان المدينة وين.
وعودنا بطرف مني ونصيدها بغمز العين. غزلان بالجدود تتعادل تسماي الجميلة جميلة جميلة جميلة، وتصيبك بسهم الحادث في عشاقها وما لك حيلة وما لك حيلة، وتطمن فؤاد مجروح والدار الهوى مفتوح، وتطمن فؤاد مجروح والدار الهوى مسدوح، وتلاقي الهوى نازل غزلان المدينة وين، غزلان المدينة وين. يا ابن العم يا خوي بالدم، يا ابن العم يا خوي بالدم، حاكينا غرامك غرامك من يا ابن العم يا خوي بالدم، حاكينا غرامك غرامك بالغزلان، تغازلك وتنظرك تغازلك وتنظرك، وكيف يصير الصيد يا الهوى بالعين، علم الهوى بالعين، غزلان المدينة وين، غزلان المدينة وين وين وين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا جاي أقول لك عن حفلة عندنا في قبيلتني لمناسبة شفاء عمي الشيخ عوف. ايش يودينا لبيلتكم؟ نروح نحضر هذه الحفلة، بدنا نتسلى. ايش بتقول يا ولد العم؟ كيف نحضر حفلتهم وهم ما دعونا؟ زي ادعيكم، ايش بنقول من الصبح؟ والله هذه مناسبة، نروح قبيلة بني عوف ونبارك لشيخ القبيلة. والله مهيوب عنده حد، روحته لمصر جعلته يتنور. إذا موافقين نحضر الحفلة. موافقين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بالأبطال. أهلا 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 وسهلا. مرحبا. مرحبا بالأمجاد زي العوالي. مبروك قيامك بالسلامة يا شيخ عروس. تفضل. قلبنا عندك على سلامتك. Thank you.
هلت يا نور عيناي، هلت يا نور عيناي، هلت يا نور عيناي، ما قلت متى جاي صحبة عادت مرحبا، فرحة زادت مرحبا، والهلا عودت لين مرحبا بجيل زين مرحبا صحبات مرحبا، فرحة زادت مرحبا، تحكي بالأشواق عينين مرحبا وكل لزين مرحبا بك مرحبا مرحبا بك مرحبا. سامح اللي تركتيه جسد من غير روح. وكيف جيت؟ قل لي طمني. انت الشيخ عوف. واي ولادة عربي؟ انا عربي ابن عربي مثلك تمام يا بدرية، واسمي مهيوب ابن قبيلة العوادل. مهيوب ابن شيخ قبيلة العوادل. وين مهيوب ابن شيخ قبيلتكم؟ جاي يا شيخ دياب. وين راح؟ ما راح، حالا جاي. اشرب اشرب يا مهيوب. عماه خير يا ولدي خيي؟ مهيوب العوادلي اتجرأ وراح يخاطب بدرية، انا متركه قبل ما اقطع رقبته. عيب يا دياب، العرب لا يغدرون بالضيف، كيف نتركه يا عم؟ هذه خطيبتي. نتركه يخرج من ديارنا سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن انا بدي احكيك يا بدرية. رجع احكيك للصبح. تريد نتقابل بعد الحفلة في البستان؟ عند النافورة. ايش جابك لهنا؟ مين دلك علينا؟ الحب. الحب؟ من حب. من حب. تكلمي. ايش في؟ ضيفت وضيفته. وكيف يتجرأ ويطول في الكلام معك؟ ما جرى شيء يا دياب. وايش جابوا الهالة؟ الحب. ايش بتقولي يا خرفانة؟ الحرية. قسما براس ابوكي لدوقوا اهله مرار الدنيا بدي. كيف الصباح؟ لا لا احذف. انتظرك عندي السبيل قبل العشية؟ زين. تصبحي على خير. مع السلامة.
لما شافني. هو ما شافك. بتريد تشبك؟ لو تسمحي. اتفضل. كتر خيرك. اقعدي. اجل جاي. ليش تخافي من المارين؟ ما تريد مني اخاف. تفتكرنا وين يا مهيوب؟ نحن في بلاد عرب لا يعرفون غير الجد. نحن كفرنا؟ ما كفرنا، لكن لو سمعوا بيكفرونا. ما كملت لك. رأيت دياب رايح. ليش سكتتي؟ وين كان رايح؟ واحد رايح وواحد جاي. خلاص ما عاد في مكان للمي. لو بشرب جرعة يا بطل. وانا لو ما كملت الحكاية بطل. كان جاب رايح. واي لا تشربين هذه المرة. بعمل حالي دوخان وانت تفوقيني. لا لا وحياة ربك، لا تعمل دوخان وإلا يجي فوقك معي. انت عارف العرب يا مهيوب أهل المروءة. الحمد لله، الله رحمك من شرب المي. أنا والله ما أقدر ألاقيك هنا مرة ثانية. وإيش العمل؟ اهتديت يا بدرية. تعرفين الشيخ فاضل؟ كيف لا أعرفه؟ هذا حبيب الكل. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بالحبيب. مرحبا بالشيخ فاضل. استغفر الله. تفضل تفضل. ليت عدت من مصر يا عدت من مصر يا مهيوب. صار لي مدة. أنا جايب لك هدية بسيطة. قلم حبر حتى تكتب بيه عقود الزواج. وهذه ساعة حتى تعرف قديش يدوم الزواج. الله لا يحرمنا منك يا ابني. اتفضل. القهوة حاضرة تشربها معي. أشكرك يا عم الشيخ فاضل. إيش عملت في دروسك وكيف كانت رحلتك؟ اسكت يا شيخ فاضل. أنا في رحلتي ولا في وحلتي؟ أنت فاك الشر. أنا حبيت يا شيخ فاضل. وي أنا ما قلت لوالدك حياخذون عقلك بنات المدن. يا ريت. كل بنات المدن بجمالهم ورشاقتهم ما قدروا ياخذوا عقلي. والحب توصل لما الحب تحب. ومين هالغزال اللي وقعت في الحبال يا سبع؟ بدريه. بدريه مين؟ ما البداره كتار. بدريه بنت شيخ قبيله بني عوف. الله اكبر. وهي بادلتك الحب يا مهيوب؟ زبلتها في مصر من غير ما اعرف من هي ولا تعرف من انت. قرر جمعنا على طهارة الحب وعاد يذوقنا مرارة الحرمان. انت دريت ان والدها بده يزوجها ابن عمها دياب؟ ايوه دريت. والعمل؟ انا بستجير بيك يا شيخ فاضل حتى تدبرني. اللي يدبر الرب ما هو العبد يا مهيوب. يا شيخ فاضل حبيب الكل ومأذون الشرح وصاحب الكلمة المسموعة. وايش تنفع كلمتي بعد فوات الوقت؟ كيف اقدر اقابلها وهي ما تقدر تيجي لعندي ولا انا اقدر اروح لعندها؟ لا قبلك هاني تحت سمعي وبصري وحراستي لغايه ما وفقني ربنا وندبر الامور. اشكرك. بدريه مرحبا مرحبا. كيف حالك يا
عم الاستخفاف. الحمد لله. اه يا شيء يا تربية المدن. صباح الخير يا بدرية. صباح النور. اتفضلوا. احنا وقعنا من السماء وعم الشيخ فاضل تلقانا. يا زينه يا كرم اخلاقه، يا سوس الياب اللي مثلنا. كيف غلابه؟ وش بكم؟ ابن عم دياب هالضيوف. انا ما ارتكبت جريمه حتى يكرهني. وش تعمل لدياب؟ والغيره مجانون يا مهيوب. والعمل الحكايه تعقدت اكثر. اتركوني ادبر لكم الامر. انا اليوم بدي اقابل ميت والله معي. وتحكيه عنا وعن ما تخافي يا بي. يعز علي اني ارفض لك طلب، لكن انا اعطيت ابن خيي يقول في النسب وابن وبسالة العرب. المسألة ما هي مزايدة، وان كنت اقبل ازوجها لغير دياب اقبل اي انسان الا مهيوب هذا. اعوذ بالله. قالوا مهيوب هذا ولد قليل الحياة، حطم تباليد العرب واعتذر على حرمة القبيلة. لا تتسرع يا شوك يا شيخ فاضل، واستخلفك بالله لا تجيب اسمه على لسانه. كلمني في شأنه. يكفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا بعم الشيخ فاضل. اتفضل شايف مع اسمك. عشان آخذها بالقوة المكان بالرضا، وما يهمني وقت. يا مهيوب، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أنا أقدر أفارق الدنيا كلها وما أقدر أفارق بدرية. هذا معلوم. تحت امركم اجعلوا عشكم الموقت حتى تتدبر الامور. كتر خيرك عم الشيخ فاضل. وليش يا ولد اخذها معك في دارك؟ قبيلتنا واهل قبيلتنا كلهم تحت امرها. ما يصير، انا وعدت عم الشيخ فاضل وانا سابذل جهدي عند والدها وان شاء الله اتمكن من التوفيق. وتركوا لحكي مساله الزواج. لا تخافين يا بنتي، وحياتك ما اكلمه حتى اصبت الجو. والله آن الأوان، آن الأوان للفرح يا مهيوم. بدري من جسمتك أصل نصيب مكتوب. الفرحة هتجنني محتار كيف أهني، الفرحة هتجنني محتار كيف أهني. مبروك يا ولد العم شملك عليها تلم. مبروك يا ولد العم، مبروك يا ولد العم، مبروك يا ولد العم. أمسي عليها توها نايمة. وكيف تعجلت اليوم في النوم؟ ما هي المسكينة نامت تعبانة. وي تعبانة، أطمن عليها. ربنا يطمنك كل خير يا سيدي، إن كنت بتعزها ما تدخل عندها. هذه بنت عمي، وجعها يوجعني. انتظر تشوف إن كانت صحية. نايمة غرقانة في النوم. طيب لما تفيق من النوم قولي لها ابن عمك جاي يسلم عليكي ويسألك إيش يقصد لك في الصباح. كل اللي تصيده مليح، روح سيدي اللي تلاقيه. أعاني بقطة فران خرفانة.
صياد السبوعة ما يصيد الفيران والقطط يا زعرة. زعرة زعرة بس روح مع السلامة. روح زعرة زعرة. في ألف داهية. الحمد لله الحمد لله. يا ربي يا ستي ترجعي قبل أبوك ما يسأل عليكي. والله ما في الدنيا أسعد منك. وين السعادة؟ بتقابل متشططين وتفرج متلخبطين وعيش رصين وتقول ما في أسعد منك. والله عندك حد، ما في الدنيا أسعد منك. يا مصيبتي الفجر قرب يلوح، يا خوفي لحد يشوفني. وجه أمام الناس. المهم متى نتقابل يا بدرية؟ لا تقلق يا مهيوب، أنا بعيدة عنك بجسمي قريبة منك بقلبي. فين جاية في الصباح الباكر يا بدرية؟ أنا ماني جاية، أنا خارجة. وكيف تنزلين وتطلعين على الجواز؟ الجواز ما عنده جابي. ها وين رايحة؟ أتريض. طيب يا بنتي لا تتأخري. يا صفحتك يا عين حنكون سوا تبني. يا فرحتك يا عين حنكون سوا تبني. ده الحب زين زين والغرب زين زين. يا فرحتك فرحتك آه يابا 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 يا فرحتك يا عين. بين القبائل أزور الإخوان وتكتيك أمر الأصحاب اللي بيتداخلوا في شؤون صاحبهم ويضايقوه. نارك يا عاشق قايدة نارك يا عاشق قايدة بتربها وهي رايدة. نارك يا عاشق قايدة بتربها وهي فايدة وبالتالي ما تتالي. تعال يا خي حكينا شوي تعال يا خي حكينا شوي حكينا علي جاري أمان عليك لا تداري. أمان والحب يا ابوي حراك والحب يا ابوي حراك مليان مليان صهب واشواك كلنا مثلك حبينا لكن الحب شكينا. نارك يا عاشق قايدة بتربها وهي رايدة والتالي وما في فايدة. تعالى يا خيي حكينا شوي تعالى يا خيي حكينا شوي حكينا علي جاري أمان عليك لا تداري. تهوى قمر يا
العسان كل العساق حزينا وتخاف من العين وتخاف من العين عليه رب القادر رب القادر يا حبيبي والحب طفالك لا تخلي الهم في بالك نارك يا عين دايما اهدى وهي رايدة والدار ولا في بايدة تعال يا سيما فينا شوي تعال يا سيما فينا شوي حاكينا علي جاري امان عليك لا تداري يا امان كنت اعتقد انك جاي حياة حتى تندس بين حريم قبيلتنا ما حصل شيء كنت عطشان وضيفتني شراب لكن انا رايتك تابعها في كل مكان طب ولا نصفلكم يا اولاد العواد خلاص توكل على الله يا دياب مع السلامه لا تنطق اسمي بالفك يا ولد لما تبقى راجل تبقى تحكيلي اتركوه ما بدي يكون بيني وبينهم عداوه وانت مين تقول حتى تدفع ابن شيخ القبيله؟ انا دياب ابن يعوب، اذا كنت بعرف مين دياب اعرفك مين دياب. الله يسامحك يا مهنود، طول عمرك فارس ابن فارس، يهينك وتسكت تطعمني بخنجر وتخافوا ايش غيرك يا مهيوب كيف تخضع للذل وانت عربي اصيل ابن اصيل بالعربي يا مهيوب عمره ما يكون جبان انا ريد اللي فاديتك ودافعت عنك قسمت انفاسي وقبلت الذل والعار من اجل حبك يا بدري مثل السبع وكنت واقف هزيل مثل القط والله اعمالكم اعمال كلاب يا خاينين انا احتملتكم كثير جميل منظرك في تجهيد الرجال اذا كنت راجل نازلني مناز رجال يا ند لا تتعب نفسك وياه يا دياب انا ريحك منه هذا مسدسي وهذا خنجري اخلع سلاحك ومن يطول منا الخنجر يطعن الثاني ويحقله وقتله
الحق في يدي، لكن ما بدي أقتلك حتى لا أخلق عداوة بين الزبائن. من اقترب منكم أقتله. سبب زيارة فعلت خير يا شيخ عوف. كيف تقول يا شيخ فاضل يقتل ابن خيي وتقول فعلت خير؟ قتل ابن خيك؟ كيف جرى وليش قتله؟ اليوم قتلوا غدر الخاين وموجودين الشهود. لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل ما نسوي الخلاف القديم جددوا الخلافات وتهدروا الدم؟ ما جددنا يا شيخ ولا هدرنا دم، هم اللي جددوها. وقسما بشرفك لبلغ الامر للامير حتى يجازيه، وهذه بداية الحرب بيننا وبينهم. السلام عليكم يا مولانا الامير. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جرى شيء في قبيلتكم؟ مهيوب ابن العوادل قتل دياب ابن خيي غدر ومن غير سبب. وايش تريد؟ العدل يا مولانا. يا فارس. مولاي. ابحثوا عن مهيوب ابن العوادل وتجيبوا لهانا بالرضا او بالعنف. مولاي. يا مهيوب، لكن كيف نبرأك أمام الأمير؟ يا رهانة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. بأمر الأمير نبحث عن مهيوب ابن العوادل. ما مر من هنا؟ لا ماري. ما خطر عندك؟ قلت لك مارد. عفو يا سيدنا الشيخ، ما مكذبينك، كلامك عندنا محترم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. خير. رحلتك يا مهيوب ألزمتني بالكذب وما أكره علي من الكذب. استغفر الله. عمل. ما في غير إني أتوجه للأمير وأشرح له إنك ما غدرت بدياب وأشفعلك عنه. كتر خيرك، هذا فضل كبير يا شيخ فاضل. استناني. مهيوب يا مولاي والنبي قبل الشفاعة. شفاعتك مقبولة يا شيخ الشيوخ، لكن ما عاد في الأمر شفاعة.
أنا حكمت بإعدامه. اسمح لي يا مولاي، ودي لو تسمع كلام المتهم ربما كانت له حجة. متهم جاد وهارب من العدالة، وانت تعرف ان القاتل يقتل، وما دام هارب فجريمته ثابتة، ولذلك انا حكمت عليه. لكن يا مولاي، اوسع صدري معك، اسألك سؤال. مهيوب قتل دياب ولا لا؟ اجب على سؤالي. قتلوا لكن انتهينا. كان على العين والراس رجاك، لو ما كان قاتل انا حكمت، وانت تعلم حكمي لا يرد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والامير حكم عليه بالاعدام، ايش العمل؟ يستاهل يستاهل، خليهم يعدموه. يعدموه ويفرقوا بيني وبينه؟ لا يمكن لا يمكن، ما اقدر اعيش من غيرك يا مهيوب. متعز بنفسك، الامل بالله كبير يا ستي. اسمع يا امين، روح ابحث عنه وقولي له يجي في الليل والكل نايمين. واه بقول لك، هربان والامير والجرب هم لاقيينه، وين حلاقيه انا؟ اسالي عنه الشيخ فاضل، لابد ما يعرف طريقه. حاضر يا ستي. طمني، ليش قال الامير؟ يا ريته ما قال. شرحت له انه بريء وتشفعت ليه. ما فاد الشفاعه لانه حكم وحكمه ما يتغير، تبع السيف العذر. وايش حكمه؟ حكم بعدامك يا مهيوب. العدل والثبات يا مهيوب. خير من الاعدام لو كانت حياتي ملكي انا لوحدي. انت عارف لي شريكة اعز علي من حياتي. ايش تقدر تعني؟ اقلب الدنيا، اتحدى الاقدار، اروح للامير نفسه، يا اقنعه يا اقتله. جاوما يا مهيوب، كن حكيم في تصرفاتك. دبرني انت بحكمتك ونصايحك. سافر خمسة تحت جوف الليل واهرب في مكان بعيد. وايش حيفيدنا الهروب وانا بعيد؟ يا ويلي، في شي يقتلوني اهلي لو عدت. لا تخافين يا بنتي، مسألة جواز المهيوب ايش دريهم فيها قبل ما تفاهم مع والديك؟ رب عني يضرب، اقدر اداري كل شيء الا تمر الزواج. لكن انت امراته بسنة الله ورسوله، وخالف الشرع ان الزوجة تصبح ام. لكن انت اعرف اني زوجتي، دبرني وحياتي. صارت امك بالحديقة، والام طول عمرها مأمنة سر البنتها. ما عندي جرأة. بالضرورة احكام صار فيها حتى يجي الوقت المناسب. تعالي يا بنتي، يا زينة بنات العرب. وين كنتي؟ كنت في البستان. عندي لك بشرة في الدنيا بحالها. خير يا ابي؟ تعرفي مهيوب ابن العوادل؟ ما جراله؟ فرسان قبيلتنا ما هم لاقيين له أثر. وين راح؟ لازم فرسان الأمير مسكوه وقتلوه. قتلوه؟ هذه هي البشرى اللي تساوي الدنيا بحالها؟ لا، البشرى إن رضوان بن الحارثة الفارس اللي تترج الأرض من تحته لا مال له يتعد ولا كلمة له تترد. ماله وماله؟ جاني اليوم وطلب مني يدك. وقبلت يا ابي؟ قبلت وقبضت مهر ما قبضت مثله بنت من بنات العرب. قبلت وقبضت المهر؟ بالطبع، ما يجيك عريس مثله ابدا، امك جوا طايره من الفرح.
يا حبيبتي، مبارك يا اختي. يا بنتي ما زلتي حزينه على ابن عمك دياب اللي مات؟ مات يا بنيتي، ما تبدلي شبابك من اجل حبيب فارغ وانتهى. لا هو صحيح فارغ، لكن والله ما انتهى. ايش كلام اللي بتقوليه يا بدريه؟ ابوك قبل وقبض النهر. لكن انا ما اقبل. تخالفين ابوك يا بدريه؟ ايوه خالفه، لان الزواج امر يخصني ما يخص حدا غيري. ايش تقولين يا رجحه؟ انا تركتك تسافري للمدن لاجلك ترجعين بنت عربيه متنصحه، ما علشان ترجعي متبجعه. في المدن ما يزوجوا البنت بالقوه، لازم ياخذوا رايها تشرف حياتها. هذا الكلام عند الفرنج ما هو عند العرب. العرب يعرفون قيمه بناتهم ويحترموا رايهم. انا اقطع رقبتك قبل ما اقول اي وتقولي لا. اسمح لي انا ما اخرسي اخرسي. ليش ما تدخل تتطمن عن صحتها؟ ما بودي حتى لا تعرف اني مهموم عليها. كيف حالها اليوم؟ ما زالت مريضة؟ والله ما بتتحسن، ماني عارفة ايش اعمل. انا ارسل الحاجة تكتب لها حجاب ولا تعطيها دواء يشفيها. اطمئني. زين يا ولدي زين. مدريس يا أخي تطمن يا عم. والله ما ندري الحاجة عندها بتداويها حالا نعرف حالتها. خاطبها وحبيبها. بالطبع لابد ينشغل. خير ايش بيها؟ يا شر ما بيها. اتكلمي. حيرانة بتألم خجلانة اتكلم. انطقي وفسري. ايش تقصدي بالكلام ده؟ البنت حامل. وعي ايش تقولي يا خاطية؟ الخاطية بنتك. انا قلت الحق. استغفر الله العظيم وحق الله ورسوله لاغسل عارها بدمها. تمامكم يا رجال. اوعى ابو عوف ابو عوف. ليش تخفين على المسر؟ قولي لهم بالحق انك متجوزه مهيوب على سنه الله ورسوله. انا خارجه اقول لهم. لا لا تقولين، ما هو وقته. لا اتعسف يا امل. اسف لغايه ذاتك لحد ما يعرفوا مين اللي عليها. خلصها بالمعروف. ايش الخبر يا حمدان؟ فرسان مولاي الامير عيوب ورايح يقبضوا عليه. اذهب وطير مع الريح الى الواحد مهيوب واللي هي. Thank you.
عليك بأمر مولانا الأمير. انتظروا. لا يمكننا الانتظار. تعال. جايين هناك غادي. نبدأ بقتل الحراس. ويل لكم يا أوغاد، ستلقون جزاءكم. وليش كيف؟ تمنى لك عند الامير شفاعة تشفع لي عنده لاني بريء. ومن تكون؟ انا مهيوب ابن العوادل. وانت؟ انا الامير مولاي. عوت عنك يا مهيوب ولو لم تكن بريء. بريء والله يعلم. كانت مبارزة شريفة ما فيها غد، ومن يوم ما صدر حكمكم علي وانا هارب وتارك زوجتي. انت متزوج؟ نعم يا مولاي، متزوج بنت الشيخ عوف. انت؟ تزوجنا في السر على سنة الرسول. هيا يا مهيوب. الشيخ فاضل بعني بسرعة أقول لك كثير رايحين يقبضوا عليك في الجبل. شاطر والله. ومستعجل ليه؟ ما هو لسه بدري. وبدرية سيقتلوها في ضرموها. كلامك
والله هذا ما اسمه. اخبر الشيخ فاضل اني رايح اجمع فلوس. شرف العرب اللي ما فيه اغلى منه عندي، اني بريئة ومتجوزة. اخرسي يا كاذبة مجرمة، كان كلامك حق نفسه، لكن قبيلة حكمنا ومنها زوجها القبيلة. جيدوه واعدموه.